السلام عليكم متابعين جدة أتراكشنز، صباح الخير. قطاع الخضار والفواكه أحد أهم وأكبر القطاعات عندنا في السعودية، وفي نفس الوقت بيتطور بشكل كبير في كل مراحله، ابتداء من المزرعة إلى المستهلك النهائي، لأنه ببساطة منتج استهلاكي أساسي في كل بيت وفي كل مطعم وفي كل مكان تتحضر فيه الوجبات. وفي شركات كتير بتخدم تطور هذا القطاع، وبعضهم اتخصصوا وتميزوا فيه بشكل رهيب وابتكروا ووصلوا لمراحل مره بعيده، من ضمنهم شركه افوكادو اللي احنا عندهم اليوم. خلينا نعرفكم عليهم. أفوكادو متخصصين في الخضار والفواكه الطازة ويوصلوها الباب بيتكم في نفس اليوم. وأول خطوة عشان يضمنوا أنها دائما تكون طازة أنهم يشتروها مباشرة من الموردين الرئيسيين والمزارع، وتوصل هنا لمنطقة الاستلام والوزن. المرحلة الثانية من منطقة الاستلام، كل الخضار والفواكه تروح إلى منطقة التجهيز والتنظيف. هنا مثلا منطقة تجهيز وتنظيف الخضروات الورقية زي النعناع، بيستلموا الحزمة زي كده، وبعدين بيبدأ يجهزها وينظفها ويقطعها، وتطلع كده جاهزة تروح على الأكياس. وفي نفس منطقة التجهيز في بعض الأصناف زي التوت والفراولة والأشياء الحساسة بتتحضر جوة الكولد روم أو غرفة التبريد زي ما انتم شايفين هنا. وفي نقطة، بعض المنتجات المستوردة اللي زي هذه بإمكانهم يستلموها ويوصلوا لكم هي، لكن لا، بيفكوا كل علبة زي ما انتم شايفين، بينقوها وبيتأكدوا من جودتها، بيرجعوا يقفلوها ويرسلوا لكم هي. ومنطقة التحضير بالكامل جدرانها معزولة ومكيفة عشان تضمن جودة المنتجات وقت التحضير. ومن منطقة التجهيز إلى رفوف الأصناف الجاهزة ومقسمة بالأسماء ومكتوبة على كل رف. رفوف الأصناف لها مدخلين، السلة بتدخل من ناحية وبتخرج من الناحية الثانية. مقابلها في الرفوف هذه اللي فيها كل طلبات العملاء. كيف يعرفوا كل عميل إيش طلب؟ الورقة هذه فيها الأصناف، فلما نعمل سكان مثلا للجرجير بيبين انه في 5 طالبين، وفي نفس الوقت بتولع لمبات خضراء عند الكراتين اللي حيحطوا فيها الجرجير. كيف يعرف انه الطلب هذا جاهز؟ حتولع لمبة زرقاء، يقوم يجي يعمل سكان للباركود اللي عند الصندوق هنا. مباشرة في طابعة خاصة حتطبع ستيكر زي ما انتم شايفين، في كل المعلومات حق الاوردر ومعلومات العميل. وهذه رفوف الطلبات الجاهزة. خلينا نشرح لكم شوية على الستيكر. فوق التاريخ والوقت، الوقت هو حق التوصيل من 2 إلى 4 الظهر، الرقم هذا هو رقم الأوردر، الرقم هذا هو رقم السواق اللي حيوصل الطلبية، والباركود مربوط بطلب العميل عشان الخصوصية، ما بيحطوا أي اسم على الاستيكر. ما شاء الله من اهتمامهم بالتفاصيل وعشان يضمنوا انه عملية التوصيل تتم في الوقت، عاملين برنامج خاص يديروا فيه اسطول التوصيل. هنا كل طلبات العملاء، وهنا كل السواقين وكل سواق ايش الطلبات اللي عنده عشان يوصلها، وفي النص خريطة تفاعلية تبين موقع كل سواق وموقع كل طلب لايف. طيب السؤال المهم دحين، كيف اسعارهم؟ الجواب انه اسعارهم زي السوبر ماركت،
بالإضافة إلى كل المميزات اللي شفتوها، إن هم بيشتروا مباشرة من المزارع والموردين الرئيسيين، بيجهزوا وينظفوا الخضار والفواكه ويوصلوها إلين باب بيتكم، وكل هذا في يوم واحد. من أهم الأشياء اللي بيهتموا فيها في أفوكادو هو إنه كل الخضار والفواكه تكون نخب أول وجودتها عالية، وهذا الشيء لما تروحوا على السوبر ماركت ما بيصير، لأنه ممكن تلاقوا شيء كويس وممكن لا. كيف ممكن تطلبوا من أفوكادو؟ بثلاثة طرق، اختاروا اللي يناسبكم منها، إما عن طريق الأبليكيشن أو الويب سايت أو عن طريق خدمة العملاء، هنحطهم كلهم في السنابات الجاية. واخر شيء لا تنسوا تستخدموا كود الخصم الخاص بجدة اتراكشنز JA10، حيعطيكم خصم 10% على كل طلباتكم. اول طلبية التوصيل حيكون بلاش، وبعد كده ياخذوا 10 ريال لاي مكان في جدة. وقبل ما نمشي خلينا نعرفكم على فريق افوكادو خلف الكواليس. هنا قسم المشتريات، هنا قسم الاونلاين ميرشندايزنج اللي يهتم بطريقة عرض المنتجات في الموقع، هنا التكنيكال ديبارتمنت اللي يهتموا بالويب سايت والابليكيشن، هنا التو فاوندرز، قسم المحاسبة، الأوبريشنز، وأخيراً أسطول التوصيل. بما أننا هنا عن قسم التوصيل، بالنسبة لطريقة الدفع غير أنكم تدفعوا أونلاين عن طريق الموقع يعني بالكريدت كارد أو كاش عند الاستلام، ممكن تطلبوا كمان أنه السواق يجي ومعه البوينت أوف سيل تدفع بالبطاقة عند باب بيتكم. ما شاء الله حتى تصوير المنتجات يسووه عندهم إن هاوس. ونسمع كلمة أخيرة من أحد مؤسسين أفوكادو حاتم الحربي. نورتونا جدة أتراكشنز، إن شاء الله متابعينكم يكون عجبتهم التغطية، يا ريت تجربوا الخدمة وتعطونا رأيكم فيها عشان نطورها ونحسنها لكم.